حياكم الله يا جماعة الخير. كثير من الشائعات والمعلومات تقول بأن اللون الفاتح يرمز للرائحة الخفيفة، واللون الغامق يشير إلى الرائحة القوية والحلوة. هل هذا الكلام صحيح؟ طيب، هل اللون دليل على جودة دهن العود؟ طيب، هل الثقل دليل على جودة وجمال دهن العود؟ يا جماعة الخير، كل هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأنه جودة دهن العود يختلف حسب الخشب والمنطقة، يختلف بعدة أمور وعوامل التخطير، أمور كثيرة جدا، منها نعرف دهن العود. فما ينفع أبدا نحكم على دهن العود من لونه وثقله وما إلى ذلك. سلامتكم.